رح احكي شغلة أول مرة بنحكيها نحن بالبودكاست تبعنا. يمكن الناس كتير تروح ثريت، يعني منشير آراء منشير حبكات، هيك شو بدهم كولكت منا جماعة الثريت. هي such new experience بعالم السوشيال ميديا، لأنه أنتوا يا شباب صارقيني، ورجيني مراجلك على ثريت. أنه أنت إذا ما نزلت ثريتز اليوم وما تفعلت أنت صرت outdated. بحسها أنا هي مقصودة، لأنه الهاشتاجز أنه أنت صاحب شركة إنستغرام. مطلوب ثريد سبيشاليست أكاونت مانجر ثريدز، خبرة لا تقل عن سنتين. بودكاست جديد وحياة جديدة وابليكيشن جديد اليوم. والله شو أخبارك أخي لوكا؟ والله أنا تمام. أهلا ومرحبا دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم بقوس بودكاست. أصلي معلم، نحن هلأ عم نعمل خدعة، لأنه أنا متأكد أنك أنت كمشاهد شفت مبارح التيزر تبع الحلقة جشتالت 2، ولكن نحن حاليا عم نصور حلقة يعني جديدة كليا وإلها علاقة بالمتغيرات اللي صارت حديثا جدا جدا، وبالتالي حنأجل جشتالت 2 للأسبوع الجاي القادم. ونحن هلأ اليوم رح نواكب الأحداث العالمية والتطورات وأخبار الميديا، ورح نناقش موضوع جديد وطارش. طب أمينوفسكي، سؤال يلي بده يسألنا، أنتو عم تحكوا بالبودكاست عن البيلد انفايرومنت، شو دخل صح. هلأ عم تحكوا على أبليكيشن وما أبليكيشن؟ ليكون بدكم شو تمسكوا الترند هلأ؟ ليكون بدنا نمسك الترند، عم نلحق الترندات. هلأ في حال كنا نحن عم نلحق الترند بقى حلال علينا، هي أول شغلة. حلوة النهاية يعني. تمام. تاني شيء لك وين رحت؟ لك آسف بس تأكدت انه هلأ هي بجوز قبل هاي الحلقة ما يكون له علاقة، ولا مثلا كان الديزاين او الاركيتكتشر او السي جي اي مثلا يكون مربوط بثريدز او اي ابليكيشن او اي سوشيال ميديا بلاتفورم فعليا. تمام. ولكن نحنا بدنا نشوف كيف نحنا ممكن نستغل هدول الأمور، كيف ممكن نحنا نستغل هدول الموجات، نركب الموجة مثل ما بيقولوا. تمام. لحتى بس نحنا بالشكل الصح نوظف هذا الشيء بصالحنا. تمام. وبما أنه هي مثل نحنا ما بنقول بودكاست جديد وحياة جديدة، بقى في عنا هلأ آب جديد وسوشيال ميديا بلاتفورم جديدة، صح. بقى خلينا تكون البداية نظيفة، البداية جميلة، ونسوق فيها من البداية بطريقة خلاقة وحقيقية وصحيحة، ويكون في فائدة من وراها. عرفت كيف؟ بما أنه ثريدز هو عبارة عن بلاتفورم لتبيلد كوميونيتي، لحتى بتحكي بوجهات نظر ببي او فيز، تحكي تحكي خواطر، تحكي هدول الأمور. عرفت كيف؟ بقى هو يعني لحتى يبني كوميونيتي. بقى خلينا نحن نحاول نخلق كوميونيتي للناس يلي مهتمين بالسي جي اي، الناس المهتمين بالعمارة، الناس المهتمين بالتصميم، صح. الناس يلي حابة تاخد معلومة، اللي بتستخدم السوشيال ميديا كأداة لتطور ذاتها، مو لحتى تتسلى وتضيع وقت وتتكهكة. 100%. لا يعني انت لما عم تشتغل بيلت انفايرمنت، بالنهاية انت عم تخرج منتج صوري او عم تخرج منتج بصري، فانت بالنهاية وين بدك تعرضه؟ إذا كنت بال 1970 و80 بدك تعرضه بالمحافل الدولية والاجتماعات السنوية للعمارة والمدري شو. هلأ في عندك شيء اسمه سوشيال ميديا، أنت بتحط شغلك صح. عليه. حتى إذا بدك تتوظف بدك تروح على لينكدين. يعني فعليا كل حياتنا هي يعني تقريبا جزء كبير منها موجود على سوشيال ميديا، وموجود على أبليكيشنز، أو يعني فينا نقول مو بيرسونالي، هي موجودة إلكترونيكلي، يعني موجودة على منصات، على شاشة انت عم تفتحها وتشتغل. فمية بالمية سواء انت عم تتعلم ولا عم تنزل سي في ولا عم تدور على شغل ولا عم تنزل شغلك ولا عم تقول للعالم انا موجود ولا عم تحط اي شيء، انت عم تشتغل على السوشيال ميديا. وخاصة للشيء اللي نحن عم نحكي عنه، ديزاين، عمارة، كل شيء مرئي، هو فعليا الابس اللي بين ايدينا افضل بيئة لتستوعب الصور المرئية ولتستوعب شغلك، فأنت بدك تستغل. فهلأ ثريدز موجود، خلينا نحكي شوي على ثريدز
بما انه حديث قبل ما نفوت ان ديبث بثريدز وهدول المواضيع رح احكي شغله اول مره بنحكيها نحن بالبودكاست تبعنا. رح اعمل فعليا ريفيل او رح صرح عن الهدف الرئيسي اللي نحن عملنا من وراء البودكاست. يعني نحن كنا عم نتناقش انا ولوكا كيف بدنا نبني كوميونيتي، كيف بده يصير في عنا نحن مجتمع من الناس اللي اختصاصاتها متقاربة إلى علاقة بالآرت والفن والديزاين التصميم تمام. العمارة الأوربانيزم العمران هدول الأمور كلياتهم بدنا ناس اختصاصيين ناس فهمانين ناس أحسن منا حتى تمام صح. بحيث انه كل حدا بقلب هاي الكوميونتي يقدر يشير افكاره يقدر ياخد رأي حدا تاني بقى صح. لقينا انه هي it's a chance، هي فرصة كتير حلوة نحن ممكن صراحة نستغلها لحتى نبلش بستيب بجوز تكون هيوج ليب، قد لا تكون ستيب قد تكون قفزة يعني بقى لذلك نحن الحلقة الأولى مينوفسكي حكينا عن generalist و specialist، ما حكينا عن جملة كتير مهمة انه السبيشاليست فيكم تتخيلوا بحر والسبيشاليست هن مثل الجزر بهي البحر او هي هذا المسطح المائي. طب مين اللي بده يوصل بين هدول الجزر هن جسورة، يعني اللي بيوصل بين هالسبيشاليتي وهالسبيشاليتي جسر، الجسر هو الجنراليست فعليا. فنحن بدورنا بهذا البودكاست عم نلعب دور الوصل بين عالم عم تشتغل ديزاين جرافيك وناس عم تشتغل ديزاين ارت وناس عم تشتغل ديزاين عمارة وناس عم تشتغل ديزاين اوربن، عم نحاول انه نحن نعمل ديسكشن وبيئة فيها كونفرزيشن فيها حكي وفيها اخذ وعطى. فلقينا وانا مالي صح. مستخدمين تويتر ابدا ويعني ما بحب الانترفيس تبعه ابدا، ما بحسه فريندلي ابدا، يمكن انا مالي متعود عليه. فلقيت انه ثريدز فرصة كتير حلوة لنحنا نحنا نعمل بلاتفورم ونحكي فيها ونناقش فيها ونزد فيها كومنتات ونحكي ونتناقش عرفتوا كيف؟ صحيح هي كتير فرصة حلوة. طيب أمينوفسكي خلينا نغوص شوي. هلأ بالبداية في شيء اسمه مثل يعني هلا الانستغرام، لما انت بتشتغل على انستغرام شو المحتوى يلي اكتر شيء مركز على انستغرام؟ الصورة. هلا بالبداية انستغرام بلش صور، حلو، صور 1080x1080 مربع حصرا، بعدين شوي شوي بلش يتطور، صارت هاي الصورة بتنزل ستوريز، بعدين شوي شوي صار في فيديوز، هلا صار التركيز اكتر شيء على الفيديوز، بس هو بيشير محتوى مرئي فقط عبارة عن فيجوال صور وفيديوهات. حلو. انت بتنتبه للصورة اكتر ما تنتبه للتكست، يعني حجم الصورة وانت عم تقلب بالانستغرام هو الاخذ المنحة الكبير. حتى التكست هو ديسكريبشن للصورة، بيقول لك هذا ديسكريبشن، هو وصف للصورة فقط لا غير، هي وظيفته 100%. Threads on the other hand هو مثل تويتر، التركيز الاكبر هو على التكست، فهو تكست بيست application. الكلام والعبارات وزدزت الجمل والحكي هدول هن المهمين بثريدز، هذا اللي بيفرق ثريدز عن انستغرام. ويلي صار بكل بساطة انه انستغرام عملت خطوة كتير عبقرية، هي الخطوة العبقرية انه انت ما فيك تبلش من السكراتش، ما خلتك تبلش من السكراتش صح. تروح تنزل اب جديد وتحط عليه البيرسونال انفورميشن وتقعد تلاقي عالم وتعمل لهم فولو، قالت لك صح. انت على انستغرام انا بعمل لك الهاد اكستنشن منه، يعني لازم يكون انت عندك حساب انستغرام لحتى تشتغل ثريدز. انا بعمل لك اكستنشن، بتفوت بتحط نفس البيرسونال انفورميشن بكبسه واحده وبتفوت لجوا، والعالم نفسه الموجودين على انستغرام اوتوماتيكلي عملت لهم فولو وصاروا عندك الكوميونتي. يعني ليك قديش سهله ولك قديش السلسلة العملية والبروسيس بكيف تنشئ محتوى على ثريدز، يعني فورا من أول 24 ساعة اتخطى ال عم نحكي يمكن 30 مليون ساين أوب صح فقديش سهلة وسريعة وسلسلة 100%. بس في حكيت على نقطة انه انت لما بتفوت على الابليكيشن فورا انه نفسهم الفولوورز تبعاتك بتلاقيهم صاروا هون،
هي such a new experience بعالم السوشيال ميديا. يعني دائما لما سوشيال ميديا بلاتفورم بدي انا اللي خلينا نقول ليش مثلا انا وياك ما نعمل بيلد لنيو سوشيال ميديا بلاتفورم؟ ليش؟ لانه نحن صعب كتير 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 صعب نجيب يوزرز، وهدول اليوزرز بين ما يبنوا كوميونيتي بقى ويصير عنده 10 و20 و50 و1000 و10000 و100000، هي اتس ا لونج جورني، عرفت شو؟ اتس ا لونج جورني. هم اختصروا لك هي القصه، يعني السليبرتي اليوم عم يفوت على ثريدز فورا طرق من الباب عنده 30 و40 الف فولور من الباب. هذا شيء ما صار من قبل 100%. بعدين ثريدز على عكس تويتر يعني زودت البوتنشل تبع تويتر، عم نحكي ب 280 كلمه فيك تحطها ببوست على تويتر، صار عندك 500 كلمه على ثريدز. بتويتر مسمح لك تابلود اربع فوتوز او ايمجز بالبوست، بالثريدز راح ابجريد تو 10. وفيك تحط فيديوز اب تو 5 مينتس على ثريدز، يعني 5 دقائق و500 كلمه و10 صور فيك تحط بالبوست الواحد، كلهم ابجريدد على تويتر. فانا عم بعطيك نفس التجربه بيوزر اكسبيرينس احسن واسلس، بانترفيس ظابط، لينكد فورا لانستغرام كوميونيتي جاهز وفولوراتك جاهزين، بلس تجربة جديدة ودارك ثيم. هلأ بعد شوي بنحكي على التصميم وبنحكي على اللوجو والهيك، انت بتفتلنا باليو اكس واليو اي وهدول، وبنعرف اكتر هيك جوا شو حسيت انت وشو الشغلات الحلوة اللي فيه. فا ايزي مان. صح وبلس كمان بصراحة انت وعم تحكي على موضوع انه يعني في 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 ذكاء بالبزنس هون من شركه ميتا بصراحه. راحوا طلعوا على تويتر، اوكي طيب اليوزرز تبع تويتر من شو بيتضايقوا؟ انه انا معي 280 كلمه، يعني بدي اكتب لونجر ارتكل، انا بدي اعبر بطريقه اطول، سو واي نوت، خلص خليهم 500 كلمه. عرفت كل شيء ممكن يضايق اليوزر بتويتر هن فورا صلحوه من الباب، عرفت؟ صح. غير في شغلات، في جابس لساتهم موجودين بثريدز، مثل انه مثلا ما في هاشتاجز اليوم على ثريدز. صح، ما في هاشتاج. هذا اول شيء انت بتفكر فيه لما بتطلع على نيو سوشيال ميديا بلاتفورم. مثلا كلمه ديزاين، هاشتاج ديزاين، انت بدك تغذيها فورا اذا انت عم تبلش من الباب. الذكاء تبعك انك فورا تروح تشتغل هاشتاجز. الهاشتاجز مالهم شغالين على تويتر يعني شغالين اكيد، بحسها هنا هي مقصوده، لانه الهاشتاجز انه انت صاحب شركه انستغرام وعم تعمل ثريدز، انه انا اذا نزلت نفس الميزات الموجوده على انستغرام يمكن الناس كتير تروح على ثريدز، فخلي شيء لانستغرام وخلي شيء لثريدز، وهنا الاثنين مربوطين ببعض بالنهايه. ما فيك تنزل ثريدز اذا ما عندك انستغرام، وما دام نزلت ثريدز امينوفسكي ما فيك تحذفه، فيك تعمل دي اكتيفيشن بس ما فيك تحذفه. وما فيك قصدك للاكونت مو للثريد للبوست قصدك يمين؟ لا مو البوست، الحساب نفسه. اكونت الثريد بدك تحذف حساب الانستغرام، اي دي اكتيفيشن بس تعمل له اذا بدك بس توقف الثريد. شغله تانية، ما فيك تبحث ما فيك تحط هاشتاج، وما فيك تبحث باسم او جمله. يعني بتروح على السيرش، بتروح بتكتب مثلا ديزاين ولا شيء، تكتب بيطلع لك، بصير بيطلع لك اكونت محطوط بالبايو تبعون. أيوة. كلمه ديزاين او كلمه مية كذا الى اخره. سو هو مور انتو كوميونيتي، مور انتو بيبل، نوت مور انتو سبجكتس وهيك قصص، عرفت كيف؟ صح. انا صح لا صح. انا عباره عن عالم، نحن عالم ونحن بنشير ثريدز، يعني بنشير اراء، بنشير حبكات 100%. نجيب كلمه ثريدز هلا. اول ما سمعته بصراحه اسم الابلكيشن انه ثريدز عرفت، ما قدرت اعرف ثريد ولا ثريد، سو انه خفت ولا ثريدز ولا انه في كمين هو في كمين كول بالك انا شو نزل الابلكيشن ولا لا، عرفت في مأزق انه في مشاكل 100%. بعدين انه ثريد، اوكي نايس، ميك سنس، صار اللوجو اكتر بالنسبة لي، عرفت كلمة ات اللوجو انه هو فكرته ات. هلا الات بالسوشيال ميديا اتس تاج ثينج، لما انت بدك تنادي لحدا او تعمل له تاج او انك تعمل له منشن، ليتس سي، عرفت
انت ملاحظ كيف حتى انه عم يعبروا عن الفكرة تبع الابليكيشن لما انت حكيت لي انه بالسيرش ما فيك تدور بكيوردز، انت بتكون عم تدور بيطلع لك بس عالم، عرفت؟ تمام. بتبين هون فكرة الابليكيشن مور، عرفت؟ هلا ليك، هو ما في تصريح رسمي انه فكرة اللوجو جاي من ات، هي تفسيرات interpretation. There is no truth, only interpretations by users. فيلي عم يصير انه الناس عم تكتب آراء شو فthreads ببساطة هي خيوط، وهو مثل انه عم يقول انه خيوطه عم تتشابك، انه كلنا عبارة عن اذا فيك تقول timeline، انا timeline، انت timeline، هداك timeline، وكلنا عم نتشابك مع بعضنا، عم نعمل community. اوكي، لكن في شغلة حلوة انه ال تشبه، في ناس شبهوها بالإذن، هي اذا هلا بتطلع لكم صوره بحطها سايدوفسكي، هي نفسه سيمبسون، هذا الكاركتر سيمبسون. مرقت معي هي إذنه، تلاقيت المؤامره لا ما في مؤامره، بس انه شوف مثلا ممكن تكون انه الانستغرام اتس وان اي، عين، ممكن الثريدز هي إذن، عرفت؟ ممكن، ما بعرف، اوكي، ممكن تكون، بس ايه صح صح ايه. وشغله ثانيه، اذا لو اذن بدي شيء سمعي، بدي اسمع، انا ما بدي اقرا. لا مو قصه سمعي، قصه انه عم نكملها، يعني هلا مثلا اذا انت بتفوت على البرايفسي تبع، يعني ما حدا بيقراها هي تبع، وبتعمل اجري، عرفت هيك، بتطلع لا قائمه شو بدنا نعمل فيك، تقول خلص اجري وامشي، خلص تتكلوا على الله. ليك شو بدهم يعملوا؟ كولكت منك جماعة الثريدز. رقم واحد، بدهم ياخذوا انفورميشن عن الهيلث، عن صحتك. رقم اثنين، عن المصاري، بانك اكاونتس والدنيا يعني، والمصاري، الاشخاص اللي انت الكونتاكتس تبعك، اشخاص للتواصل موجودين على موبايل، التصفح حلو، وتاريخ البحث، امينوفسكي، كل شيء عندك، سيرش وكذا وهيك، هيستوري موجود، معلومات المنطقة اللي انت فيها، يعني المابينج وانت وين، المشتريات، انت رحت مثلا دفعت بستاربكس مصاري، دفعت بزارة مصاري، دفعت بكذا مصاري، هذا كله collect information، زائد كاتبين sensitive information هيك بين quoting، ما حدا بيعرف شو sensitive information، عرفت شو حيلموا عنك. فانت بكل بساطة هلا بتسأل حالك سؤال، كيف هدول عم ينزلوا لي كل هالابليكيشن وانا ما عم بدفع مصاري؟ يعني المصاري هي معلوماتك okay. الشخصية، صح، شو بيقدر، لأنه وقت يلم عنك معلومات شخصية بالنهاية فينه يبيعها، فينه مثلا يعطيها أنه مشان تنزل إعلانات، مشان شيء للتسويق يكون خاص فيك أنت، ممكن ليغذي AI روبوت مثلا، عرفت يعني، في كتير قصص دائما ديك، ما في شيء بهي الدنيا ببلاش، لما يكون في شركات بهذا الحجم بتشغل موظفين بهذا العدد، وهن كلهم يعني توب اكسبرتايز، يعني دول الناس اللي خاتمينه، يعني عرفت كيف هن بيجيبوا هدول الناس وبشغلوهم معهم، يعني لما بيقدموا لك هاي السيرفيس ببلاش، انت لازم تعرف انه في شيء بالمقابل هن عم ياخذوه، لازم. امينوفسكي يعني خطرت ببالي شغله، يعني على الانستغرام انا بشوفك شو عم تساوي، وعلى ثريدز انا بسمعك شو عم تحكي. يعني انت لما تقرا جمله انت بينك وبين حالك بتقراها، بينك وبين حالك، يعني انت انترنلي عم تسمع. مقوله ما بتذكر لمين، ايه بس بتذكر القصه، الحبكه تبعها، انه كان في شخص قاعد ما عم يحكي ولا كلمه، قال له صاحب هي المقوله، قال له تكلم حتى اراك. سقراط. تمام، قال له تكلم حتى اراك، بقى يعني فعليا هو كان قاعد معه بس ما له قدراني يشوفه لهذا الشخص من الداخل، فهمت شو المقصد؟ هي قال له تكلم حتى اراك، بقى بالنهاية انه اوكي انا شايف شكلك على الانستغرام، سو put a thread so I can see you more. هي القصة لسقراط، كان قاعد مع تلاميذته يقال بمجموعة صغيرة عاملين سيركل، فعميد عم يدرسون، فبيمر شاب حلو، فبيضل بيفتل حوالين سقراط، هو كان كتير جميل وبهي الطلعة وهالحكيات كله، فبيضل عم يحوم حواليه لحتى يجذب انتباهه، فبالاخير انه شو بيقول له، طب تكلم كي اراك، عرفت انه خلعوا الحكمة، يعني عرفت،
انه قال له شكلك ومنظرك وهيئتك ولبسك والماركات والموديلات والاماكن تبعت الانستغرام هدول ما بيقطعوا معي. تكلم تكلم كي اراك. ورجيني مراجلك على ثريدز. ثريد هلا شوف ثريد مع المسخره اللي عم تصير هنيك. ريتهم ما شافوا. طيب قلنا بدنا نحكي عن اللوجو والفكرة تبع اللوجو. هلأ هو بما انه حكينا نحن انه ثريد هو خيط so الشغل تبع اللوجو عاملينه one line piece of art وعبارة عن خط واحد مستمر. شو بيذكرك هذا أمينوفسكي؟ هاي لقات او الادن whatever. شو بتذكرك هل بجشتالت؟ هاها جشتالت واحد so هل عليك عنا continuous line. هلا في شيء بصراحه لفتني ب بهذا الابلكيشن مثلا ب ب بانستغرام في جراديانت. هذا الجراديانت فيه احمر فيه ازرق وفي نهدي في فوشي. صحيح. عرفت هاي الالوان تبعه. تويتر فيه ازرق, فيسبوك فيه ازرق كمان بس غير ازرق. كل اغلب السوشيال ميديا بيروحوا للون مميز. عرفت كيف؟ وغالبا بيروحوا بين الازرق والاحمر. ليش الازرق؟ بيعبر عن الاستقرار وعن العمق. عرفت كيف؟ تمام صح. الاحمر بيجذب الانتباه وبيعطيك اتنشن. عرفت كيف؟ وبيورجيك انه هذا الشيء سريع وضاوي وكذا. ثريد اسود. اها دارك ثيم. انه بتحس انه انا طلعت هيك انه طيب واي ليش يعني ليش اسود بصراحه كايكون. which is I respect بصراحه بيورجي قوه لانه هن اساسا مستندين على ميتا ومستندين على انستغرام. عرفت تمام. بقى لذلك هن اخذوا هي الخطوه الجريئه انه ما يكون في لون بيعبر عن هي السيرفيس او عن هذا الابلكيشن. عرفت صح 100%. وبنفس الوقت حسيت انه الاسود والابيض هن بدهم يرمزوا اكثر لموضوع التكست. انه انت لما موضوع شو التكست النص التكست يا تمام ايه سو لما صح. انت تقول ابيض واسود انه يعني كانك عم تقول انه ورقه او وكتابه بالاسود او ورقه وكتابه يعني ابيض واسود يعني عليك في عندك حروف. انا هلا اول مره بسمع منك هدول يعني كتير. هيك الرمزيات يلي يلي لقطتهم انا هيك على الحارك انه من مع انه خطوه لقيتها خطوه جريئه بصراحه جدا يعني. هلا ليك لو كثير بحب هذا الشيء. لو شركه تانية عاملتها منقول مو حاطين لون مميز ليعبر عن عرفت. بس بما انه ميتا وعم تشتغل شيء جديد فانه نحن حنشوفها بولد ستيتمنت صراحه جريئه حتى يعني حسسني لو حدا من برا ميتا صدقني ما رح ياخذ القرار انه يعمل الابلكيشن تبعه اسود. يعني حتى تيليجرام يلي هن رايحين لاسود شيء فعليا كانوا ازرق بعدين هيك تمام راحوا باتجاه الاسود. So يعني صح. صعب انك انت تروح بدون لون يعني خط كماركتينج وايز وكتحفز الهوية البصرية تبعك للأودينس صعبة. وخاصة انه هي لك فيها منحة انه I'm not starting from the scratch لحتى انا اعمل هوية كاملة. خليني اذا صح. هي ملحق او secondary يعني حتى اذا بتفتح اسمها threads by Instagram فانا ليش لشوش على Instagram بلون تاني يعني اربطه بلون تاني. طب انا صحيح. اذا ربطته باسود وابيض حتطلع رقم واحد بولد وحلوه وستيتمنت ظريفه والناس حتقول جريئه وبنفس الوقت ما حتنزع الالوان اللي موجوده على انستغرام الهارموني بينهم لانه كمان حتى هن مربوطين ببعض. صحيح 100% 100%. ايوه وبما انه حتى الثيم تبع الابلكيشن جوا تبع الواجهات خلينا نقول اليوزر انترفيس تبعه هي كمان بلاك وابيض واسود سو خلص اتس اول كومباتبل كلهم يعني شغالين مع بعض. هلا في نقطة حلوة حبيتها بالاكسبيرينس وبالديزاين تبعه لما بتنزل الثريد بينزل عندك خط اول شيء على اليسار. لما بتحط ريبلاي انت او كومنت بتلاقي الخط يلي على اليسار عامل هيك فتلة لوب نزل مثل يعني عطيك سلايد يعني مثل كان اتس ثريد
فتت وخلص فت صار في عندك حبكة تانية يعني، صار في تشعب، صار في حبكة يعني مثل ما بيقول. صح 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 كتير حلوة. وحتى إذا بتلاحظ أنت صفون باللوجو نفسه بتلاقي عندك هي الأي، يعني إذا جوا بتلاقي في حرف أي تقريبا. هو ريبيتيشن، هو مكبر ومعكوس، يعني في أي وفي أي تانية كبيرة هي ماسكتها، والكونتينيويشن من الخط الفوقاني ماسك للجواني. فإذا بتلاحظوا العناصر بسيطة وكونتينيويشن وريبيتيشن، بس بنفس الوقت عاملة شغلة عن جد حلوة وراقية يعني إليجنت. أنا بسمي هدول اللوجيات ما فيهم زعبرة وتنزيل وتطليع، إليجنت. بس النظرة الأولى يعني إذا بتكون واقعي وصريح جدا، أول نظرة هيك طلعت ما حبيت النسب، حسيت في جعلكة، في شيء ما نو تمام، عرفت؟ بس يعني هذا الشيء عطاه هوية. يعني تخيل لو كان هيك كونسيستنت والنسب واضحة مثلا بين هدول الخطوط، انه حيكون ريبيتيتيف شوي، رح يكون مانو ما بينحفز بسرعة، بما انه ما في لون يميزه. You got the point. So انا خليني بالشكل اعطي الايدنتيتي، حتى هي الايدنتيتي مستخدمينها حتى لما تشير انت ستوري على الانستغرام بتلاقي في نمط خطوط هيك طالعين فوق بعض، في كتابة بقلبهم، عرفت كيف؟ بقى خلص هن مسكوا قصة الثريد اللي هي الخيط وخلص، هي هي الايدنتيتي كلياتها، وما في خط مستقيم، خلص خط مستقيم. اندومي يعني ما في زوايا حادة، ما في خط مستقيم، ما في زوايا حادة 100%. في ناس حطوا شعار تويتر بقلب الاي. في ناس في ناس حتى حطوا انه شعار تويتر انه هو اكل هي النودلاي، انه هي على اساس دوده. دوده. وهي هي هذا التصريح الوحيد اللي كان لإيلون ماسك، هو عامل عامل كومنت على هذا التويت. انه تخيل يعني انه ما حكى شيء، ولا فتحت امه، ولا نزل بوست، ولا عمل تويت، ولا سوى اي شيء بالعالم، ولكن حط كومنت على هذا البوست. حب الفكره، حب الكونسبت. يمكن لحد الان انا قرات انه عمل تويت، بعتقد كاتب انه كومبيتيشن از فاين بس تشيتينج از نوت، بمعنى انه هلا حنحكي عنه انه 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 هلا رافع قضيه تويتر على ثريد، على ميتا، انه انت انه اي على ميتا، انه انتوا يا شباب سارقيني، يعني سارقين الانتلكتشوال بروبرتي او الحقوق الملكيه الفكريه، وسارقين التريد تريد سيتا شو كليم تريد او شيء، او هي بس على حسب ما قريت يعني انا انه هن ما فاتوا بشكل دايركت هيك، هن انه اخذين الحقوق تبع الابلكيشن او تبع البلاتفورم. هن قالوا انه شركه ميتا اخذ موظفين من يا من شركه تويتر، وهن مسربين بقى هدول القصص. هاي الفكرة، انه انتو صارقيني، بمعنى انه موظفيني نفسهم، انا بعد ما قلع ايلون ماسك كتير عالم، فشكلهم انهم هدول راحوا توظفوا، they jump to another software واشتغلوا هنيك، وشو هن اخدين ملفات، شو بقى شو اخدين تكستات، شو اخدين وثائق، سربوهم لهنيك. فهي هلأ عم تكون الدوامة. هلأ بالنسبة لهدول الشلة، انا رح اعطيك وجهة نظري، ان كان مارك زيجربرغ ولا ايلون ماسك ولا الشباب الطيبة هدول كلياتهم، انا ما بستنظفهم، عرفت كيف؟ حس كله في بروبوغانداز، عرفت، في سلبات، في شغلات من تحت الطاولة كتير عم تنلعب. يعني شو المعنى؟ صح. انه من اشهر ايلون ماسك دفع 44 بليونز على تويتر، مشان بعد كم شهر ينزل الابليكيشن مثله، عرفت شو الفكرة؟ انه بتحس في شيء في شيء في شيء عم ينطبخ. ليش لحتى تدفع هذا المبلغ الهائل؟ وبالله ما تسربت ابدا قصة من جوات شركة ميتا انه في ابليكيشن عم ينشغل عليه شبيه جدا بتويتر او وات ايفر، يو نو وات اي مين. سو بحس انه ما عرف يعني هدول يعني كايند اوف ماركتنج ستراتيجيز ايام بيكونوا، عرفت كيف؟ انه لحتى يمشوا الاودينس او اليوزرز بطريقه معينه،
يعني ولسه مو مبين القصة والحبكة كلياتها، عرفت؟ ولكن خلينا نتذكر مثلا ايام البلوك تشين، واول ما بلشت العالم كتير تفوت ديبلي بموضوع الكريبتو كرنسي والعملات الرقمية. نط عمك ايلون قال انا والله بدي بيع التسلا بالكريبتو. اوف، معناتها الكريبتو شيء رواق على عيني، تعالوا نشتري كريبتو. اشترينا كريبتو كله، طلع الكريبتو صار سعره بالويل. بعد صح. فترة صغيرة انا لا مالي مصلحة، قال مالي مصلحة انه عمل الدوج كوين تنزل السعر. بعدين شو رجع عرضهم بالكريبتو، عرفت كيف؟ انه هو عم يلعب بالسوق، عم يلعب بالماركت صح عن طريق هي السمعة تبعه والاسم تبعه، بيحاول يعمل بروبوغانداز و صح. تويتر من ايلون ماسك بتنزل وبترفع اسهم، عرفت؟ صح. بتنزل وبتنزل وبترفع. اذا قال انا انا حاستثمر بشغله، بتلاقي كل الناس او ايلون ماسك حيشتغل، يلا تعالوا نلحقه، عرفت؟ ممكن هو عم يلعب فيك يا اخي، عرفت؟ فا اي التريد سيكريتس اسمها، انه عم تسرقوا التريد سيكريتس او اسرار المهنه يعني تبعنا. فمن الموظفين لموظفين، ما بعرف، انا بشك بانه هن في تواطؤ بينهم الاثنين مشان يعملوا هاي الحركه. ما يعني بتصير بين اثنين رابرز مثل تويتر، ما بحسها يعني بتنزل صح. بين اثنين عمالقه، عرفت؟ 100% هاد الشيء، لانه يعني القصه فيها بليونز امينوفسكي، يعني فيها مصاري كثير كثير. صح صح مصاري. فيها داتا فيها داتا. طب ان في شيء نكمله حكي على اليوزر انترفيس واليوزر اكسبيرينس؟ سو فار بصراحه يعني مبين انه يعني مشغول بشكل نظيف از فيرجن 1، عم بيعملوا يعني هن بيحبوا يشتغلوا بهي الطريقه. لما بدك تطلع بابلكيشن انت اعطيني ابلكيشن فانكشنبل من جميع النواحي المبدئيه يلي انا بقدر انه للعالم مرحبا، عرفت كيف؟ بعدين يعني باين لسه في شغلات بدها تطلع. ما بتحس في شغله انا حسيتها انه عم بميل لافتح ثريدز بالليل لانه دارك ثيم، فانا على انستغرام مثلا مطفي الضوء، عرفت؟ فانا ما بدي واجهه تكون يعني فرايحيه مثل فيسبوك ومضويه على الاخر، ولا بدي فوت على انستغرام يطلع فيديوهات صور. فانت اذا بتنقل بكبسه واحده على ثريدز بتلاقي الدارك ثيم، خلص الموضوع صار اهدى يعني اهدى هيك أيوة. اهدى انه انت امينوفسكي عندك ساعتين ثلاثة بالليل تقضيهم بينك وبين حالك، كمان انا قضيت لك عليهم، عرفت؟ صح يعني استغلال صح. من كل النواحي. خليك على الموبايل. طيب بخضم الابليكيشنز والعجقة والحياة كلها يا تهي، انا بتعرف شو اللي بيزعجني؟ انه هنا مثلا عمري 27 سنة صرت، حلو؟ من سنتين سنة ونص بلشت اتفاجأ بالAI، شو عم يعمل وشو عم يصير، شغلات جديدة، عرفت؟ شو في تولز جداد لازم اتعلمهم مشان اختصر وقتي، عرفت كيف؟ ومشان ضل مواكب انا بقى، عرفت؟ الانستغرام والسوشيال ميديا كل يوم عن يوم عم تتغير الالجوريثمز تبعهم، وانت بدك تضلك متابع وملاحق هذا الموضوع to keep up، وبشان تقدر يعني تحافظ على الجروث تبعك تبع البزنس يعني لازم ضروري جدا عم يجي مثلا to be up to date، ترى يعطوك بلاتفورم جديدة، عرفت؟ لا ومربوطة بالانستغرام. سو اذا انت كنت مثلا you rely on انستغرام بالماركتينج، حلو؟ هلأ صار يعني صح. لازم انت 100% تشتغل صحيح. على ثريدز، تمام؟ عشان تكبر بقى الكوميونتي تبع الانستغرام تبعك، والكوميونتي تبع الانستغرام تبعك فعليا رح يكبر لك الثريد اكاونت تبعك. بقى لذلك كل ما لها عم تتشعب الامور، كل ما لها عم تتعقد، وهن عم يعملوا اليوزرز كأنه ناس فاضيين وراضيين. يعني انت عم تقلي هلأ انه اذا كان عندك ساعتين اذا كان عندك ساعتين لحالك، ما حدا اليوم عنده ساعتين لحاله بصراحة. اذا كان عندك ياهم هلأ حرقولك ياهم، عرفت شو القصة؟ صح صح بقى صح. كل ما للموضوع عم تصير متشعبة وانا عم حس حالي ختيار. عرفت شو عم يصير فيني؟ ايه. انه انت اذا ما نزلت ثريدز اليوم وما تفعلت انت صرت outdated حرفيا، حتحس هيك حرفيا، حتحس حالك outdated عن جد انه بتعرف انا شو بكرهها للناس كبار السن، يعني مثلا مثل
يعني آبائنا وأمهاتنا يلي صح. يلي يعني هن بالزور بدك تقعد بدك تعمل لهم كيف بدي أعمل هاي بتقول لهم هيك عرفت. فإنه هلا شو ثريتس وما ثريتس، أنت بتكون عم تحكي وتتفاعل ومع رفقاتك وكذا وبتحس إنه الحسرة عرفت إنه طب وين أنا عم حس مثلهم هلا عرفت، أنا عم حس هلا مثل أهلنا عم حس حالي مثله انه طب هاي الكبسة شو بتعمل، انا جاباي نادي لشي واحد صغير يفهمني شي صح 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 والله على فكرة هي صعبة وبدك تضل كوب اب للأسف يعني وبعدين يعني انت عندك مثلا فيسبوك وهنين كومبيتيتورز بالنهاية، يعني هذا عم ينافس هذا نزل فيسبوك انا بنزل هي، انا بروح بتويتر انا صح. بعمل لك تريدز هلا بده يعني عرف الطابة بينج بونج هلا ايلون ماسك مثلا ممكن لا بدي اخبط لي شي شغله نار تولع كلنا نروح عليها، بيرجع حداك لا بنعمل اكستنشن لفيسبوك وبنعمل مدري، وانت بقى عم تتشعب بحس أيوه. واذا ما انت فتت فيهم بصيبك الفومو، قل لهم شو الفومو. الفومو أمينوفسكي عندك تعريف الفومو؟ fear of missing out. missing out يعني انه حس حالي انه انا انه رفقاء يعني انت عم تجتمع بناس صح. وهالناس مثلا قاعدين شفتوا شو عم صار مدري شو، فانت بتقول لهم انه شو صار شو هذا ثريد شو بدي اعمل مدري شو، لا شوفي بتحس حالك انه انت متخلف عنه عرفت صح. متخلف عنه يو ميست اوت، فصعب صار يعني بدك تضل كوب اب. بس شو الحل شو الكي، نحن بالعاده بنعطي تشالنج وبنقول شو هلا بصراحه شو. انا الشيء اللي كنت عم فكر فيه اليوم مرق معي ثريد هيك طريف بصراحة على تريدز، في شاب رفيقي منزل انه مطلوب ثريد سبيشاليست يعني اكاونت مانجر على تريدز خبرة لا تقل عن سنتين عرفت. انا هون يعني هون لمعت براسي انه خلص يعني ما شرط ما بعد في داعي اليوم بهذا عصر السبيشاليتي مثل ما حكينا، ما في داعي انت تكون عم تساوي كل شيء بايدك عاد عرفت. يعني وقت تحس حالك انت بحاجه ماسه لهذا لاستخدام الثريد ولانك انت تجرو يور اودينس ذير خلص روح دور على الزلمه السبيشال بهذا الموضوع اللي يمسك لك الثريدز، واحد سبيشال بموضوع انستغرام بيمسك لك الاكونت. سو يو دو يور ثينج تمام. يعني الفكره يا شباب انه استغل الموضوع كل مشكله صح. هي فرصه متنكره متنكر. حكيناها باحد الحلقات اللي ما انعرضت لسه أكيد. بمعنى انه مثلا هذا ثريدز موجود، طيب انت شوف انت مين لمين عندك اهتمامات، ناس انت متعلقين بالفيل تبعك باختصاصك، علق لهم الحوش تعليقات نزل هون. انت اذا عم تشتغل مثلا ارت نزل الارت وورك شوف شو في ناس ممكن تعمل لك. ذكرتني يا زلمه على احنا ما لنا صغار يعني بايامنا، انا الوقت نزل الفيسبوك كان لازم حدا يعمل لك انفايت انت لحتى يصير عندك اكاونت فيسبوك عرفت شو بقى يعني بهديك الفترة كنا اوكي صغار نحن ما كنا وعي يعني انه ايه فيسبوك اكاونت وبتحط نزل ساكة ومنشورات انه كان موضوع لذيذ انه ما ممكن انت تتوقع انه ممكن انت تعمل كارير من وراء هذا الشيء عرفت. ولا لما نزل انستغرام باليوزر انترفيس السئيلة تبعه عرفت اول شيء تمام، والكنت ننزل صور نعمل لهم ايديت على شو اسمه هذا الابلكيشن على المونكي مونكي بيس مدري شو مونكي مو مونكي ايوه هذا هو في سلفك ووتر مارك بتخوف على الصوره والالوان بتكون قلعت. المهم يعني بهديك الفتره ما كنا نتوقع انه الموضوع رح يكبر بهي الطريقه، انه اوكي كنا مفكر انه حتنزل صورك وكوميونتي وعالم وقرايبين ورفقات وكذا وتتعرف بس خلصت. ما كنا انه متوقعين انه في شغل هون، في برودكتس حتنزل، انه انستغرام هو اكتر بلاتفورم يعني سوشيال ميديا بلاتفورم ببيع برودكتس يعني للماركتينج وايز هو الرقم واحد انستغرام، كل اليوزرز تبعته ناس تشتري ناس خلص انه بتشيل فهمت يو نو وات اي مين. لك بالنهاية المستخدمين نوعين consumers
مستهلكين وبروديوسرز منتجين. صح. اذا عادي اضيع استهلك ما في اي مشكله، بس حاول تقلب نوع من استهلاكك لبرودكشن. صح. يعني مثل ما قلت لك، اذا انت مثلا اوكي كتير ناشط وكذا وعملت فولورات كتير، طب حاول تبيع شغله، حاول تو انفلوينس سمثينج، حاول تنزل شي شغله، حاول تبيع، حاول تعمل سيبريت اكاونت تربطه باكاونتك فيه مثلا شغلاتك اللي تشتغلها وبيع عليها. فحاول تدريجيا تنتقل من كونسيومر لبروديوسر. انا حكيم. هيك حكيم انت مان. اي حكيم والله. شو هي حكيم؟ عمول انت حكيم. تفادني وحده حكيم بلبنان ايه؟ حالي شو الايجو ايه ايه. قال لي ايه. لا انا ما سمعتك، ما سمعتك. فمان ايه يعني انه حاول هيك، حاول بكل بعدين في شغله بتعرف انه مثلا اغلب السياسيين حول العالم الاقتصاديين المهمين وكذا ما بيشتغلوا على فيسبوك، بيحطوا تويتر. يعني يعني لما بدها تنزل مثلا نبأ مهم مثلا شي وزارة هون ببريطانيا او اعضاء البرلمان بيروحوا على تويتر. ودائما انه شوف شو عمل بوريس جونسون، حط تويت هيك وقت كان في هيك من حاكمه. يعني هي بلاتفورم لوجهات النظر وللنيوز بتحسها هيك انه بي او في النيوز. ف يعني خلونا الناس اللي ما لهم اكتف على تويتر، وما بظن بسوريا كتير تويتر انه مثل الخليج، عرفت؟ صح. فانه نستغل ثريتس. نستغل ثريتس، ويعني بالنهايه نحن حابين لكم انه كل عام وانتو بخير. في تريدز تزل على السوق جديد، عملوا لنا فولو لانه كتير هنيك حنكمل النقاش. يعني على انستغرام حننزل، ولكن على تريدز بدنا نحاول يكون كوميونيتي اكتر، نحكي اكتر بما انه هو للحكي اكتر، بدنا نسمعكم اكتر هنيك. يعني اوكي نحن على الانستغرام وعلى اليوتيوب نحن عم نحكي كتير، ما عم نشوف كتير كومنتس. ما عليه، it's okay, that's fine بالنسبة لأول فترة. So it's a يعني it's a good opportunity لحتى نسمع صوتك، لحتى تحكي معنا، تقلنا شو وجهة نظرك، تعطونا آرائكم مثلا، شو حابين نحن نحكي بالحلقات الجاية. ممكن نحن نحكي بمواضيع نتناقش فيها كلياتنا، نكتسب خبرات من بعض. يعني صح، خلينا نحاول. هلا بما انه الموسم الاول تقريبا نهينا الحلقات كافكار وكتقريبا تصوير، فقلوا لنا شو ارائكم مثلا الموسم الجاي، شو حابين تسمعوا، شو حابين تشوفوا، شو اكتر شيء هوت توبكس حابين نحكي عنه وبنتناقش فيهم. ممكن الفكره اللي تطرحها نحن نكون اوريدي حاطينها بالموسم الاول، نعطيكم مثلا تيزر. فهيك يعني انه خليها as a community فعليا، ونحن اكتف يعني بنضل عم نرد، بنضل عم نحكي، بنضل موجودين. وشكلنا وصلنا يا اخي لوكا، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، حلقة ثريدز. كانت من اسرع الحلقات كقرار بتصويرها وكتجهيز وكتصوير وكتمية شيء يعني فعليا. ان شاء الله تكون فيها شيء مع فائدة، ان شاء الله تكون هيك حكينا بافكار انتو كنتو مثلا ما بتعرفوها حابين نحن نحكي فيها وبتهمكم. وخلونا نشوف هالثريد شو اخرته، شو حيصير. صح، ممكن يوقف، ممكن يسكر، بس anyway hot topic وحكينا فيه. ومنتمنى دعمكم مرة تانية، لايك شير سبسكرايب. نحن موجودين صرنا على يوتيوب، انستغرام، تيك توك، زائد ثريدز هلا، وفي منصات المسموعه انغام. طولت وصلنا ومنشوفكم بالحلقات الجايه. بنعتذر على جشتال 2، الجمعه الجايه حتنزل وحلقه كثير كثير حلوة. صح، 100% ويلا على خير. بالحلقات القادمه، الى اللقاء، سلامات.